ومن بيروت تنضم إلينا كلودي أبي حنة مراسلة الغد. إذن كلودي، ما هي الأجواء لاستقبال زكا في بيروت وكذلك أهم التصريحات التي وردت؟ بعد حوالي ساعتين من الآن من المفترض أن يصل نزار زكا إلى بيروت، وهنا استعدادات في القصر الجمهوري لاستقباله، حيث علمت من مقربين من نزار زكا أن المحطة الأولى ستكون في القصر الجمهوري في بعبدة، حيث سيستقبله رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. ومن القصر الجمهوري قد تكون له محطات أخرى، إنما لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. في النهاية هذا هو الفصل الأخير في قضية نزار زكا الذي كان في السجون الإيرانية بتهمة العمالة للولايات المتحدة الأمريكية، إذ من المعلوم أن لديه جنسيتين، الجنسية اللبنانية والجنسية الأمريكية. وكما ذكرتم كان يشارك في مؤتمر في إيران بدعوة من نائبة الرئيس الإيراني، وتم إلقاء القبض عليه في خلال وجوده في العاصمة الإيرانية. الآن يعود إلى لبنان بمعية مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي عرف بوساطاته لإطلاق موقوفين ولإطلاق سجناء. والتأكيد دائما هنا من مقربين من زكا، وأيضا هذا الأمر ذكره اللواء إبراهيم، أن الإفراج عن زكا لا ثمن له، لا يرتبط بصفقة أمريكية إيرانية ولا يرتبط بتبادل سجناء. تحليلات كثيرة أطلقت هنا تحدثت عن صورة مغايرة لهذا الأمر، ولكن المقربين من زكا يؤكدون أن هذه التحليلات كان لها الأثر السلبي على إطالة إجراءات الإفراج عن نزار زكا، ويعني يؤكدون مجددا بأن هذا الأمر هو قضية خاصة تابعها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أيضا تابعها وزير الخارجية جبران باسيل، وستكون المحطة الأولى لنزار زكا في لبنان في نعم قصر الجمهوري في بعبدة كما ذكرت في بداية هذه الرسالة. شكرا جزيلا لك كلوديا بيحنا مراسلة الغد، كنت معنا من بيروت على كل هذه المعلومات.